جدا داخل معسكر فرع الامن بمحافظه السويس، داخل شارع طريق نصر في السويس. واحنا دلوقتي بالقرب من معسكر فرع الامن اللي قامت قوات كثيفه من الجيش والشرطه بالاحاط بالمعسكر، ولكن هناك سماع ضوئي صوت اطلاق رصاص من داخل معسكر فرع الامن للخارج. الان هناك حاله من الارتباك ما بين المواطنين وبين المناطق السكنيه المحيطه بمعسكر فرع الامن. بالمناسبه هذا المعسكر بقوات فرع الامن المركزي بالسويس، وهو يقع وسط كتله سكانيه كبيره بمدينه السويس. نعم. طيب سيدة، انا عايزه افهم منك المزيد من التفاصيل. مبدئيا هو الانفجار ده لسه حاصل حالا؟ لان انا من كلامك حاسه انه لسه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها او قبلها بلحظات يعني. بالظبط، وحضرتك دلوقتي ممكن تسمعي صوت ضوئي اطلاق الرصاص. انا سمعت في خلفيه كلامك، سمعت دلوقتي طلق نار، بس انا ما يعني ما كنتش يعني ركزت فيه لما انت قلت دلوقتي. بس انا عايزه افهم منك يا سيد، يعني هو طبيعه هذا الانفجار؟ هل شاهدتوا ادخنه؟ انتوا شاهدتوا الانفجار بعينيكم ولا ايه الوضع بالظبط؟ انا بس عايزاك تشرح لنا الصوره اكتر. انا الانفجار شاهدناه من المكان، تسبب في هزه كبيره وسط مدينه السويس. الان واضح ان في اطلاق نار، في اطلاق رصاص من مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في هجمه المره بالسويس بالقرب من طريق نصر عن طريق اطلاق نار قتيف. نحن حاليا نتعرض لاطلاق رصاص من جانب مؤيدي مرسي بالقرب من معسكر فرع الامن بالسويس. لا طب سيد يعني حفاظا على سلامتك، انا معاك هحاول اعرف منك معلومات لو انت قادر تتكلم، لكن لو مش قادر تتكلم احنا ممكن ننهي الاتصال لحد ما تقدر انك تتكلم. بس اهم حاجه انك تحافظ على سلامتك وفريق العمل اللي موجود معاك. انا داخل احد بالقرب من احد المناطق السكنيه، لكن مع عناصر الاخوان المسلمين حاليا من الواضح ان هم بيستهدفوا مقر فرع الامن بالسويس، وبيستهدفوا المره باطلاق رصاص عشوائي. طيب سيد، انا عايزه افهم منك، وطبعا انا مقدره الحاله اللي انت فيها حاليا، بس عايزه اعرف في سيارات اسعاف قريبه من المكان اللي انتم موجودين فيه دلوقتي خاصه بعد الانفجار؟ ان في عشرات من سيارات الاسعاف توجهت الى معسكر فرع الامن. هناك عدد كبير من مدرعات الجيش بالسويس حاليا في طريقها الى معسكر فرع الامن. هناك حصار كامل من جانب قوات الجيش والشرطه للمعسكر حاليا من اجل تامينه، لكن من الواضح ان الامر خطير جدا داخل المعسكر. يعني انت طبعا لحد اللحظه اللي بيتكلمنا فيها، لان الانفجار وقع منذ لحظات، انت ما عندكش خلفيه اذا كان في اصابات، اذا كان في وفيات؟ الانفجار وقع منذ 3 دقائق فقط، ولكن احنا على مسافه 100 متر فقط من معسكر قوات الامن. لكن في نفس التوقيت في عناصر من الاخوان بيطلقوا النار عشوائيا على القوات الامن وعلى المواطنين بالقرب من معسكر فرع الامن. طب في اللحظة اللي احنا بنكلمك فيها دي، لان انت في الحدث يا سيد، ومرة تانية يا ريت تحافظ يعني على سلامتك، وممكن انك تحتمي باحد العمارات السكنية اللي موجودة في المنطقة اللي انتم موجودين فيها. هل في من الجهة التانية هناك يعني نقدر نقول مواجهة ليهم من قبل قوات الامن؟ بالفعل قوات الجيش الان تقوم بمطاردة هذه العناصر، ولكن المشهد هنا صعب للغاية. هناك حالة من الارتباك الشديد بين المواطنين، مش عارفين يعملوا ايه بالقرب من معسكر فرع الامن، خاصة ان عناصر الاخوان المسلمين يطلقوا الرصاص بشكل عشوائي. في اللحظه اللي انت بتكلمنا فيها، هل المره اللي يعني بيتم اطلاق النار عليهم عشوائيا من قبل عناصر الاخوان، هل يعني هم ايضا يعني الحمد لله محافظين على سلامتهم ولا في اصابات؟ لا الحمد لله، المواطنين دلوقتي دخلوا جوه المنازل، الجميع يحتمي باي كتله خرسانيه خلفها. الامر الان متروك لقوات الامن بالسويس تتعامل مع الاخوان المسلمين، ولكن صوت الاطلاق الرصاص اصبح كثيف من داخل معسكر الفرع الامني الى خارجه. الان هناك حرب شوارع تتم بالقرب من معسكر فرع الامني بالسويس ما بين قوات الامن وبين عناصر الاخوان المسلمين. من داخل المعسكر يا سيد، هل انت شايف ادخنه جراء الانفجار اللي حدث، ولا انت شايف ايه بالظبط؟ انا عايز اقول لك ان احنا اضطرينا نبعد شويه عن معسكر الفرع لان اطلاق الرصاص كثيف جدا، والطرق اتقفلت عن طريق قوات الجيش لمعسكر فرع الامن. وحضرتك دلوقتي ممكن يعني بالتاكيد سامعه صوت اطلاق الرصاص حوالينا دلوقتي. سامعه الصوت لما انت يعني لفت انتباهي، سمعته بشكل واضح يا سيد. انا طبعا يعني بتمنى مره ثانيه باكد وبكرر، حافظ على سلامتك وعلى سلامه فريق العمل اللي معاك، وباذن الله بنتمنى سلامه لكل المواطنين لحد ما يكون عندك معلومات نقدر نرجع لك مره ثانيه وتكون الاوضاع عندك يعني اقل حده. هتركك لحظات سيد وعود ليك بعد قليل، تكون يعني ربما قدرت انك تعرف بعض المعلومات، ولكن الاجواء عندك يعني غير مطمئنه حتى اللحظه. شكرا جزيلا زميلنا سيد نون من السويس، تعقيب حضرتك يا فندم.